فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول السائل: إذا انتهى الإنسان من قراءة القرآن في المصحف فهل يجوز له أن يتركه مفتوحا ولا يغلقه مع أنه لا يقرأ فيه؟ ليش يتركه مفتوحا؟ لا، ما يتركه مفتوحا، يطبقه، لأن هذا أحفظ لكتاب الله ولا يقع عليه تراب أو يقع عليه شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.